صلاة القيام تبدأ بعد العشاء؟ نعم، حتى لو كنت مسافرا، يعني افرض مسافر اسكندرية وصليت المغرب والعشاء مع بعض، لسه العشاء ما أذنتش ورحت مصلي، يبقى الصلاة دي قيام، واخد بالك؟ يعني وانت في رمضان صليت العشاء وممكن تصلي التراويح ولسه العشاء ما أذنتش، لأن هي التراويح بعد العشاء. صليت العشاء بتاعتك ولا لا؟ صليت العشاء بتاعتك، يبقى إذن يجوز ان انت تصلي القيام الى الفجر.